enlightenment. So it will be completely frozen. Is that they are awake for something which in a lower energy. Because if you are الورشة تأتي ضمن إطار مشاريع التعاون بين الجانبين الفلسطيني والهولندي في تطوير قطاع المياه والزراعة. جامعة فلسطين التقنية خضوري لديها مشروعين تعاونيين مدعومات من الحكومة الهولندية. تضم الورشة اليوم العديد من المشاركين ومن مختلف القطاعات، منهم المهندسين الزراعيين والمرشدين، الطلبة الخريجين وطلبة الجامعات المختلفة. هذه ورشة العمل تم إعدادها من الأكاديميين عميد البحث العلمي في جامعة خضوري، ودعينا في جامعة القدس من دائرة العلوم الحياتية للمشاركة في هذه ورشة العمل. قمنا بدائرة العلوم الحياتية بالتنسيق مع إدارة الجامعة بمستوياتها، نائب الرئيس الأكاديمي، عميد كلية العلوم، وأعطونا كل التسهيلات لاستقطاب طلبة الأحياء من مساقات فسيولوجيا النبات وتغذية النبات وإنتاج النبات للمشاركة، وأجمع الكثير من الأكاديميين في الجامعة على مستوى عميد كلية العلوم بأن هذا اللقاء سيكون أكثر جدوى من المحاضرات في داخل الصف. نحن هنا لتعزيز الجانب الزراعي بالشراكة مع مؤسسات فلسطينية زراعية، حيث أننا نعتني بمفاهيم تطبيقات التغذية والري للوصول إلى نتائج مرضية في كثير من الدورات الزراعية والحصول على محصول زراعي وافر وذو جودة عالية.